حاليا اليوم مهمتنا ستكون في هذا المركز البحثي، مركز البحوث والأشعة. طبعا نحن هنا الآن في جامعة الموصل. أود أن أذكر السادة المستمعين والمشاهدين على أن المركز البحثي هو مركز بحثي طبي لجامعة الموصل، وكان المفروض أن يفتتح في عام 2014، ولكن بسبب أحداث التي مرت بها المدينة فقدنا المركز وطالته أيدي العبث أيضا. العمل في المراكز البحثية جاري على مبدأ المناقلة، المناقلة من بقية مستشفيات دائرة صحة نينوى، وتكملة المستلزمات من أدوية، من أدوية تخدير، من تبعات أخرى. احنا المشكلة العدة مو مشكلة المشكلة بالأدوية بقدر ما هي المشكلة بالأجهزة الموجودة، أجهزة المعجل الخطي يعني علاج شعاعي، أو أجهزة الطب النووي. نعم. يعني جهاز المعجل الخطي اللي هو يستخدم للإشعاع. نعم. وجهاز البيت سكان والجاما كاميرا اللي يستخدمون للتشخيص التابعين لشعبة الطب النووي. نعم.